صباح الخير، السلام عليكم، اهلا وسهلا. فيديو اخر ولكن هذه المره بالعربيه والانجليزيه وشويه الفرنسيه، لان عندنا اصدقاء في مختلف انحاء العالم ونحب نتواصل معهم كاملين بصفه عامه. صباح النور عفيفة. هاي، جود مورنينغ ادريس. السلام عليكم، اهلا، بونجور. So this video is going to be about anything and everything. We are all in this together. We're all kind of feeling the same thing. So we just decided to just have like this chit chat. يعني غيكون لقاء مفتوح. لقاء مفتوح حول مواضيع مفتوحة عديدة. العالم يتغير، لو مون شانج، بوكو دو شوز اون شانجي و بوكو دو شوز سون ان كور دو شانجمون، اي il y aura un super grand changement après cette pandémie. سي سور. تا واحد فينا ما عارف لحقاش. عموما تشينج، وي نيفر نو واتس كامين، وي نيفر نو وات تشينج ويل بي. الفراشة عمرها ما كتعرفش من اللون غادي يخرج في جنيوحاتها وهي مازال دودة. So you know, the butterfly never knows what it will come of her when she's still a worm. So we're all expecting, all waiting, all thinking, but this video is going to be about not thinking too much and being the more and the most positive as we can. نبداو بالحوايج اللي هما ايجابيين. هذا الشيء اللي كيعيشو العالم ما هو الا منعطف نحو التغيير، ما غادي يكون الا افضل. ما نساوش بان هذا الشيء اللي كيوقع دابا كاين في الطبيعه، كيريحها، كيخلصها من بزاف ديال التلوث، كيحقق للانسانيه شي حاجه اللي كانت كتحلم بها وما قدوش يتفقوا عليها الكبار مده طويله. Yeah, absolutely. I've been having this discussion with a big friend, a lady of feminism, of like mainly culture, of everything. And we were kind of coming up to this beautiful conclusion of that Mother Earth is taking a rest. بحال كوكب الأرض محتاج لواحد الراحة، محتاج يرتاح منا، من كاع الأشياء، يعني الخايبة مزيانة، pollution, right. everything. And now كنشوفو animals كيخرجوا، حيوانات كيخرجوا بحال كيشموا الهواء، بحال كيتسائلوا، بحال ما نقدروش طبعا نعرفوا شنو كيدور في المخيله ديال الحيوانات. So we never know why all these animals are coming out. They're coming out of their jungles to the roads to check, to ask questions possibly. We never know. And really, really, it's amazing. It's beautiful. بزاف ديال التفسيرات نسميهم حنا نظريات تجاوزا بين مزدوجتين اللي كيهضروا على هذا الواقع هذا، الا بغينا نجمعوهم بشكل جدي نقولوا على ان كاين نظريات المؤامره، لا تيوري دو كومبلو، كي دي كو سو كي اي ان تران داريفي اي لو برودوي دو كيلكان دو تري كريمينيل كي امبليكي لو موند دون سات بانديمي. النظريه الثانيه هي النظريه الميتافيزيقيه الغيبيه ولكن السلبيه، اللي كتقول بان هذا الشيء من عند الله هو عقاب لنا جميعا، نظرا للانحراف ديال الانسانيه على عباده الله وعلى التزام القيم بالكونيه النبيله الى اخره. والنظريه الثالثه هي النظريه العلميه طبعا، اللي كتعتبر بان هذه ظاهره ينبغي دراستها، ولكل ظاهره اسباب. تلقى ان التفكير العلمي كينطلق من مبدا الايمان بالسببيه والحتميه، وبالتالي ولا بد غادي نلقاو شنو الاسباب. والتاريخ كيبين على ان هذا الشيء هذا ماشي جديد، فيتعانت منه البشريه وخرجت منه. الفرق هو ان اليوم العلم قوي وقادر يتجاوز هذا الشيء. ممكن بزاف ديال التفسيرات، وكثر من انه نلقاو تفسيرات، ربما خصنا نفكروا كيفاش نقدروا نعيشوا دابا. هاو دو وي انستيد اوف ثينكينغ what causes that, as if we are all scientists now, as if we are all press, we're all celebrities or something. Let's just put this aside and let's think of the moment and what we are doing every day and how do we spend this day that we are literally staying home most of the day. We should never take it in a negative way, and that's so important. We should never put in our head any of the bad vibes or the bad thoughts of what could happen, depression, loneliness, sadness.
this should not even be part of the process, part of what's coming up into our heads. We should really take it in a very, very positive and a hopeful way, because otherwise we're just going to, we don't want to say that, but we may go down, and that's not even an option. So that's so important to just keep. يعني تخلي الإيجابية هي اللي كتحكم لك في كل شيء اللي كتعمله، لأنه إذا ما خليتيهاش غادي يكون واحد نزول اللي ما مزيانش واللي ما خصناش نفكروا فيه. مجرد الإحساس شيء من القلق أو بالقرب من تخوم الاكتئاب يتفكر الواحد بسرعة كبيرة على أن الحياة ما عندها حتى معنى بدون موت، بمعنى السامي والنبيل الفكري الصوفي والفلسفي والعقائدي الكلمة، يفكر في اللي في الخطوط الأمامية الأولى ديال الخطر واللي مضحين بأسرهم والتواصل معها. تحية كبيرة لكم كاملين، لكم كاملين من أولكم لآخركم كلكم، شكرا لكم بزاف على مجهوداتكم اللي كتقوموا بها. ولا استغناء على كل مكونات المجتمع، إذا كانوا اليوم الأطباء ورجال الأمن وبعض الإداريين وفي الخطوط الأمامية، فراها وحدين أخرين خدامين، المهندسين، الباحثين، المفكرين. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.